actual listener responds to three buttons: onClick, events. بس وين onClick events؟ بنحط الClick events. المفروض ما بنحط onClick events لأنه actual listener. فرحنا لهون على هاي. لاحظ هون public main activity extends app compact activity. بعدين بحط implement view on click listener. طبعا بنروح هون بنحط البطنز وtext view. وهون بنكمل عليهم بال declaration بال onCreate. بعدين هون بنحط onClick view v. بعدين بنستخدم switch v.getID فنعرف البطن بالID المفروض. so case other.id t1.text b1getText to string والثاني نفس الاشي والثالث نفس الاشي. بعدين نروح هون المفروض كل ما نعمل كليك بتغير التكس اللي هو عملنا كليك او ما صارش ولا اشي. عملنا ران كمان مرة سنكبس هون هيتغير. نكبس هون وكمان نكبس على 2 نكبس على 1 نكبس على 2 بس بطيء. ليش ما غير بطيء؟ نروح لهون على ال XML نشوف button 3333 button 2222 button 111. بس اللي تلاحظوا هون فيش عندنا on click. we did not use it because we have used the action listener. okay, by using the on Java by implementing the implements view dot onClick listener. نرجع شكله معلق هون بس المفروض يشتغل بس كبس مرة واحدة. ممكن لأن استخدمنا switch. اوكي جرب. غيرنا هذا الكود الى if statements. نرجع لهون نشوف اعمل click on 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 ولا شيء متغير. Retry. Installation did not succeed. The application could not be installed. So now a retry. Android emulator closed because. As we run Jeroboam. ما فيش اشي بالتكست فيو. نكبس button 1 هيتغير button 2 هيتغير button 3 هيتغير button 1 هيتغير button 2 button 3 button 1 button 2 button 3 button 3 button 2 تطلع هذول متغير.
المهم استخدمنا الـ Action Listener. تلاحظ هون انه مدلمين XML ما حطيناش الـ لم نضع هذا سلو شوية لم نضع الـ an event فما عملنا انه هو وكمان هون عندنا سلو شوية بطيء action listener اوكي وقف هسه قبل شوي اشتغل شكرا